التليفونات معانا من شمال سيناء، استاذن حضرتك ناخدها. استاذ ابراهيم من شمال سيناء اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المسي على حضرتك في البرنامج وعلى ضيفك الكريم الدكتور حسام رفاعي عضو مجلس الشعب عن دائره قسم ثاني شمال سيناء في العريش. اتفضل. اهلا بك. احنا دكتور حسام زي ما انت عارف بعد الانتخابات اللي فاتت وحضرتك كنت من الناس اللي نجحت بمجهودك ومحبه الناس ليك، احنا مش شايفين يا فندم وجود عضو مجلس الشعب في شمال سيناء بين الاهالي. من ساعه ما حضرتك خدت كارنيهات وتمام التمام ما شفناش حد يتواصل مع الناس شاف مشاكلها، الا ممكن يكون حد بيكلمك بالتليفون، حد بتعرف الاخبار عن النت، اي حاجه. دلوقتي اقل حاجه يعني عايزين النواب يكونوا متواجدين بشكل اكبر معاكم في الشارع. تمام. يعني في ازمه الميه اللي من كام يوم دي، احنا قعدنا فوق ال 15 يوم مش وصلنا ميه في البلد. سببها ايه؟ المفروض يبقى النائب البرلماني متواجد وسط ناسه، يتحرك وسط ناسه، يديهم دعم معنوي ان هو معاهم. ازمه الميه يتحرك في حاجه. الحاجه الثانيه في ازمه الميه، في خط الألف اللي جاي من الأمطار لغاية سلول بيتسرق لمزارع بعض الناس الكبارات اللي موجودين في المنطقة اللي هناك، والنواب يعرفوا الكلام ده وشركة المية تعرف الكلام ده، ما حدش يتكلم فيه. احنا بنعاني من المية، بنعاني من الأكمنة اللي في الطريق، طريق الأمطار أو لما يجي يخش باب شمال سينا في الميدان بنتنافخ على الطريق بالساعة والساعتين عشان نعدي. مش عارف أنا تقصد إيه بالكبار اللي بتروح لهم المية دول، يعني تقصد إيه؟ لا، في ناس عندها مزارع بتسرق خط الميه وبيروح لها على المزرعه. رجال اعمال يعني تقصد؟ ممكن رجال اعمال، ممكن يكونوا شيوخ، ممكن يكونوا قيادات، ممكن كل حاجه. تمام. الميه اللي المفروض تتشرب في العريش بتتسرق عشان يزرعوا مزارع مانجا. طيب. تمام. فين المزارع دي؟ طيب قول لي فين مكانها؟ فين مكانها المزارع دي علشان ما عنديش وقت. المزارع دي مكانها في بئر العرب. في بئر العبد. شكرا ليك. شكرا ليك. استاذ حمدان من شمال سيناء اتفضل. مساء الخير عليك وعلى البرنامج وعلى ضيوفك، ومساء الخير على الدكتور حسام رفاعي نائبنا. مساء النور يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. انا في الحقيقه بحيي الدكتور حسام على ادائه في البرلمان، وان كنت محتاج منه يركز شوية على أدواته البرلمانية، وهو عنده خبرة وعنده فكرة عن المسائل البرلمانية دي باعتباره كان عضو مجلس محل محافظة وليه باع طويل في المسألة السياسية. فإحنا بننتظر منه استخدام أدواته البرلمانية كما يجب وكما نعلمها عنه. عايز إيه بالتحديد؟ إحنا طبعاً اللي انا عايزه عايز يجيب مكاسب بقدر الامكان لابناء شمال سيناء والمحافظه باعتبارها محافظه كانت مهمشه. مكاتب وكانت مكاسب مكاسب عايزين وظائف، عايزين فرص عمل، عايزين وظائف فرص عمل. تمام. تنميه حقيقيه على الارض. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حمدان من شمال سيناء. حضرتك معاك 3 دقائق الرد بقى على اولا الرد على الاستاذ ابراهيم. احنا تواجد اكتر في الشارع، ازمه الميه، موضوع الميه اللي بتتسرق لمزارع المانجا كبير العبد. هو يعلم ان انا موجود في العريش ولا اغيب عن العريش الا للجلسات فقط. وموجود ومكاني موجود ومكان عملي موجود. الموضوع الثاني هو موضوع الميه، لا انا هقول له اخطر من كده، ان اللي بيسرق خطك الدوله. هناك الخط الألف ملي. ما تقدمتش ليه بيان عاجل؟ تقدمت طلب فندم وبعت شكوى لرئيس الوزراء واتكلمنا معه. تقدمت بيها في البرلمان ولا شكوى؟ البرلمان لسه ما اشتغلش. لا اشتغل. ما اشتغلش. أول جلسة بيانات مبارح. عاجلة تقدمت. أول جلسة امبارح. يعني حضرتك عايز تقولي إن ما فيش بيانات عاجلة تقدمت؟ لا بدأ ده في 300 بيان عاجل كل جلسة تاخد يومين، ده أنا عملت الأسرع من كده. إن حضرتك تقدمت بشكوى. بشكوى لرئيس الوزراء مباشرة. يعني هقول لحضرتك حاجة، أنا عندي الخط الألف ملي. اللي داخل اللي بيغذي مدينه العريش. اكبر واحد بيسرق فيه هو منطقه شرق التفريع. الدوله عامله كسره طبه واخده خط وبتشرب وبتسقي مشروعاتها على حساب انا. بل محافظه بورسعيد بتحاسبه. واحنا لقينا في الخطه التنميه القادمه 150 الف محطه، 150 الف متر مكعب يوم
في منطقه شارق التبريع، انا مع وزير التعاون الدولي طلبت ان ال 150 الف دي المحطه تروح العريش وهم ياخدوا الخط الالف. تمام. فالتعدي عليا في الميه من الدوله نفسها. ثاني حاجه الاهمال، لان برضه في رد بين الحكومه ان عشان يقعد 12 يوم بيصلح خط ميه ايا كان، في ناس ممكن تعمل الخط كله في 12 يوم. طبعا في سوء خدمات واحنا موجود انا بيتي ما كانش فيه ميه. والنائب اللي طالب حضرتك بالمزيد من المكاسب واستغلال وضعك التشريعي. الاستاذ حمدان الراجل انسان محترم. وظائف، عايزين وظائف. الوظائف اولا طبعا كل الوظائف اللي موجوده دلوقتي، ودي الحته اللي بنعاني منها، انها يعني يمكن ناس مفهوم الوظائف قبل كده كانت الوظائف مباشره، النهارده كلها من خلال مسابقات. واحنا بنقول ان مشكله البطاله مشكله عامه، لابد من توفير فرص عمل بديله. اذا كنت انت كحكومه مش عارف توفر لي وظائف، لابد من فرص بديله من خلال الاستثمار. خلال الاستثمار يبقى لازم تحط لي قوانين الاستثمار، عشان احط لازم تعمل جواب عوامل جذب للاستثمار، لازم الاحداث دي تخلص، لان انا عندي 5000 عاطل وعندي 500 فرصة عمل الحكومة، لابد ان انا اوفر ال 4500. انا طبعا في ظل الاحداث دي مفيش مكاسب هتيجي، احنا بنقول لاعضاء الجلسة المرحلة احنا عاوزين نعيش.